طمني دكتور، كيف نزلي منيحة؟ الحمد لله، العملية كانت كتير منيحة. ألف الحمد لله يا ربي، شكرا دكتور. تشكري اللي تبرع له بالدم، لأن بفضله رجعت الحياة لنزلي. الحمد لله على سلامتها. يسلموا، ألف حمد وشكر يا الله، ألف حمد وشكر يا ربي. طمنوني، كيف صارت نزلي؟ كرم بيك، بتشكرك كتير. أنا الولاد كنت رح أخسر أختي على طول، شكرا كتير لك. ما في لزوم تتشكريني، أنا ما عملت إلا واجبي. عمران بيك، أنا عذبتك معي كتير. يسلموا. العفو رفيف. يا عمري أنت هلأ شوي وبتصحي وبتلاقيني جنبك مثل ما وعدتك. الحمد لله. بدي فوت لعنده وأمسك إيدها. الدكتور قال لك ممنوع، إذا فتي في خطور عليها، بس اصبري شوي. طمنوني، شو صار معكم؟ شو قال الدكتور؟ نعمت خانم، الحمد لله نجحت العملية وصحتها ممتازة، شكرا على كل شيء. إيه الحمد لله على سلامتها، بس رح تضل بالعناية المشددة لكم يوم. آخ يا بنتي، مع البشر. شكرا. ما في لزوم توقفوا هون، المريضة وضعها على العال. طيب نحن رح نمشي فورا بنتي. يلا، سمعتي الممرضة شو قالت؟ خلينا نروح. لا يا خانم، ما فيني اترك نزلي، لو سمحتي خليني كمان. إيه يلا، طالما هيك انتوا امشوا ونحن منلحقكم، لانه انا بدي احكي مع رفيف شوي. اذا بتحبي انا فيني ضل كمان. لا ابني، ما في لزوم، نحن بدنا نحكي حديث خاص. يلا كرم، تعا معي، تفضل. خاطركم. رح تصير صحتها أحسن من قبل بنتي، وبكرة إن شاء الله بتشوفي. إن شاء الله. أنا رحت وحكيت مع أمك اليوم وشرحت لها كل شي صاير برواء، وقلت لها أنك فهمان الموضوع غلط، وأخيراً اقتنعت باللي قلته. طيب ما قالت لك شي؟ كيف فكرت أنه ممكن أغلط؟ آه، شو اللي خلاها تفكر فيني هيك؟ بنتي، محمود هو اللي حاكي لها لأمك، وهي انهارت أعصابها من كذبه لهالتافي. محمود مع غيره؟ إيه. الله يخلصني منك. أصلاً كل المصايب اللي وقعت على راسنا بسببه، وما بيكفي اللي عملوا فينا، بكل وقاحة بعت لي ورد اليوم على المستشفى، وبعت معهم رسالة كمان، قال أنا رح أمشي هلأ بس بعدين رح أرجع وشوفك. ما بيقدر يعمل معك أي شيء، أنت هلأ بحمايتنا بنتي، ما حدا بيقدر يلمس شعرة من راسك. طيب وأمي شلونها؟ أمك منيحة كتير، ممتازة، أنت لا تقلقي، وقالت لي أنتوا لا تاكلوا همها، ومشتاقت لكم كتير. يا روحي يا أمي. أنا بعد كم يوم باخدكم لعندها وبتحكوا معها قد ما بدها. تمام. يلا خلينا نمشي على البيت، اليوم تعبتي كتير. يلا.